أهلا بكم من جديد. للمرة الأولى منذ عقود حقق علماء أمريكيون تقدما في تجارب الحصول على طاقة غير محدودة وخالية من الكربون عبر تفاعلات ما يسمى بالاندماج النووي. العلماء نجحوا في إنتاج تفاعل نووي أدى إلى زيادة الطاقة، مما يعد تقدما هائلا في الجهود المستمرة منذ إطلاق مصدر غير محدود للطاقة النظيفة يمكن أن يساعد في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري. فالعلماء يعملون منذ عقود على تطوير هذا الاندماج النووي الذي يصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة، يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء الاعتماد على الوقود الذي كما نعلم يتسبب في أزمة المناخ العالمية. بداية نستمع إلى ما قالته وزيرة الطاقة الأمريكية أثناء الإعلان عن هذا الخرق العلمي. We're here to talk about fusion, combining two particles into one. Last week, at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. What does this accomplishment do? Two things. First, it strengthens our national security because it opens a new realm for maintaining a safe, secure, and effective nuclear deterrent in an age where we do not have nuclear testing. Ignition allows us to replicate for the first time certain conditions that are found only in the stars and the sun. And the second thing it does, of course, is that this milestone moves us one significant step closer to the possibility of zero carbon abundant fusion energy powering our society. في ثلاثينيات القرن الماضي توصل العلم إلى فهم عملية الاندماج النووي، ثم انخرط العلماء في مساع لاستنساخه ولتسخير الطاقة الناتجة عنه. فما هو الاندماج النووي؟ هل سألت نفسك يوما من أين تستمد الشمس وسائر النجوم طاقتها؟ كلمة السر هنا هي عملية الاندماج النووي. ببساطة شديدة تتم هذه العملية عندما تندمج نواتان ذريتان خفيفتان لتكون نواة ذرية واحدة أثقل وزنا، ويصاحب هذه العملية انبعاث كميات هائلة من الطاقة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن استنساخ هذا التفاعل على كوكب الأرض؟ في قلب الشمس التي تشرق على كوكبنا يقع الاندماج هذا عند تصادم نواة الذرات ببعضها البعض في درجات حرارة عالية جدا تتجاوز 10 ملايين درجة مئوية، تمكنها من التغلب على التنافر الكهربائي فيما بينها. في الكون الفسيح تؤدي قوة جاذبية أو قوة جاذبية الشمس الهائلة إلى حدوث الاندماج النووي بشكل طبيعي، لكن من دون هذه القوة يتطلب وقوع التفاعل درجة حرارة أعلى على كوكب الأرض تصل إلى 100 مليون درجة مئوية. ليس هذا فقط، تحتاج هذه العملية أيضا ضغطا شديدا لحدوث هذا الاندماج، مثل توفير الأجهزة والبيئة المتخصصة لاحتجاز مادة البلازما اللازمة لعملية التفاعل والإبقاء على تفاعل الاندماج متواصلا لفترة كافية لتحقيق مكسب صاف في القوى، وهو ما يعني النسبة بين قوى الاندماج التي يتم بشكل علمي سيستخدم في عملية الاندماج خليط من نظائر الهيدروجين الديوتريوم والتريتيوم كوقود لمحطات التفاعل والاندماج النووي.
داخل المفاعل الذي ترونه هنا تتصادم نوايات هذه النظائر وتندمج معا، فتنبعث على إثر هذه العملية ذرات هيليوم ونيوترونات. للاندماج النووي فوائد كثيرة، إذ يؤدي إلى إنتاج كمية ضخمة من الطاقة تبلغ 4 أضعاف كمية الطاقة التي تنتج عن تفاعلات الانشطار النووي. ومثل الانشطار يكون الاندماج خاليا من الكربون أثناء التشغيل، إلا أنه لا يتضمن خطر حدوث كارثة نووية، كما أنه لا ينتج نفايات نووية مشعة مثل ما يحدث في المفاعلات النووية الحالية. وفي حال تمكن العلماء من استنساخ هذا التفاعل على كوكبنا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير طاقة لا حدود لها تقريبا، وتتسم بكونها نظيفة ومأمونة وميسورة التكلفة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المتسبب بأزمة المناخ العالمية الحالية. عن هذا الاندماج النووي وقدرته على توليد هذه الطاقة التي نحتاجها اليوم، من مونتريال عبر تطبيق زوم الدكتور جين باريت، أستاذ الفيزياء النووية في جامعة ماكل معي. مرحبا بك دكتور. بداية إذا دكتور، لو تشرح لي أكثر وبشكل أكثر وضوحا وأكثر تبسيطا، ما هو هذا الاندماج النووي؟ كيف يخلق هذه الطاقة؟ وكيف يختلف عن الانشطار النووي الذي يخلق الكهرباء؟ نعم، الناس عادة يتحدثون على الانشطار النووي الذي يحدث بسبب انفصال النواة اليورانيوم أو أي نواة في الحقيقة، وهذه العملية التي تحدث في المفاعل النووي، وهي عملية مختلفة تماماً على الاندماج النووي. الانشطار النووي تكون فيه النواة الثقيلة جداً ويتم تفكيكها، وبقيام بذلك تنتج نواتين أخف وزنا ولديهما كتلة مختلفة، وبذلك نخلق الطاقة، لأننا نحصل على الطاقة من خلال فصل الذرة نفسها. في الهيدروجين مختلف عن ذلك، ولكن في الواقع يمكن أن يكون أي ذرة، يتم أي ذرتين يتم دمجهما حتى يحدث تصادم بين جزيئاتها، ثم تكون وزنها أخف، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إنتاج طاقة هائلة. هذا في الواقع، هذه هي العملية التي تحدث كما ذكرتم على الشمس، الانشطار النووي. فالاندماج النووي هو ما يحدث في الشمس بسبب وجود ذرات الهيدروجين في درجات حرارة مرتفعة جدا بملايين الدرجات المئوية، لأن هذا يعني بأنها العملية تحدث بطريقة سريعة جدا، وبالتالي تندمج بسبب اصطدام تلك الجزيئات وتنتج الطاقة، وهذا ما يؤدي إلى إنتاج الطاقة في الشمس. طيب. نحن طبعا قدمنا كل هذه التفاصيل في هذا التقرير المفصل قبل قليل، ولكن طبعا كان يهمني أن أقدم للمشاهدين ربما معلومات أقرب وأكثر وضوحا من خلالك. قبل قليل قلنا أنه يجب الإبقاء على تفاعل الاندماج متواصلا لفترة كافية لتحقيق اليوم مكسب صافي في هذه القوى وتوليد هذه الطاقة. هذا الخرق العلمي الذي نتحدث عنه اليوم، هل وصل لهذه الدرجة؟ هل حقق هذا الهامش؟
نعم أعتقد ذلك ونحن قمنا بإنتاج هذا المدى المطلوب وتمكننا من استخدام الطاقة المنتجة وذلك من خلال درجات الحرارة العالية جدا باستخدام أشعة الليزر حتى ننتج هذه الدرجات درجات الحرارة العالية جدا التي تكون مرتفعة بشكل كاف تسمح فيه بالاندماج اندماج الذرات وتنتج الطاقة والنتيجة أو المخرج النهائي أننا سنكون قادرين على إنتاج طاقة أكبر مما كان سيتم استخدامه في الليزر لإحداث عملية الاندماج وبالتالي نستخدم 2 ميجا جول وهي وحدة قياس الطاقة لتوليد الاندماج بين ذرات الهيدروجين والطاقة التي تم إنتاجها كانت 3 ميجا جول وبالتالي هي زيادة بنسبة 50% الطاقة المنتجة ستكون أعلى بكثير من الطاقة المستهلكة لإنتاجها. طيب دكتور سألنا مشاهدينا قبل قليل متى ستكون هذه الطاقة قابلة للاستهلاك؟ متى سنتمكن من استخدامها في 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 كل تفاصيل حياتنا اليومية؟ طرحنا عليهم أكثر من احتمال 10 سنوات 20 سنة أو أكثر من ذلك. برأيك متى ستكون هذه الطاقة جاهزة؟ الكثير من السنوات والسبب هو التالي. السبب هو أن الاستخدام اليومي لهذه الطاقة نحن بالتأكيد هناك عمليات استهلاك للطاقة في إنتاجها ويجب لا ننسى أن استخدام أشعة الليزر يحتاج إلى طاقة كبيرة في حد ذاته وبالتالي ستحتاج إلى 200 ميجا جول من الطاقة لإنتاج أشعة الليزر نفسها ومما يعني أنها ليست عملية تحقق كفاءة كبيرة فنحن نحتاج إلى حجم كبير جدا من الطاقة حتى نتمكن من إنجاح هذه التجربة وإنتاج الطاقة المطلوبة وحتى ننتج الطاقة علينا أن ننتج طاقة أكثر من إجمالي الطاقة التي نحتاجها في المفاعل أو المختبر وما زال هناك بعض التساؤلات المطروحة حول إمكانية ذلك هو إنجاز علمي غير مسبوق ولكن حتى الآن نحن لسنا مستعدين لإنتاج طاقة كافية لاستخدامها بطريقة تضمن الكفاءة في العملية. دكتور سريعا يعني بقي لدي أقل من دقيقة هل سنتمكن من تخزين هذه الطاقة؟ ليس تماما لأن الطاقة سيتم إنتاجها في مفاعل وبالتالي إذا تمكننا من إحداث عملية الاندماج النووي هذا يحدث داخل المفاعل نفسه وهي آلة حرارية وكما نفس ما كنا نفعله في الانشطار النووي الذي ننتج من خلال الكهرباء الأمر نفسه هنا مطبق ويمكننا تخزينه كما نخزن أي نوع آخر من الطاقة ربما نخزن جزءا منه لكن ليس جزءا كافيا لاستخدامه على مستوى واسع جدا إذن هو إنجاز علمي غير مسبوق ولكن ربما يحتاج إلى 20 أو 30 عاما لتحقيق تقدم ملحوظ يمكننا من استخدامه على نطاق موسع التقدم سيكون مثل كفاءة إنتاجنا للليزر حتى نستخدم هذا الليزر في إحداث الطاقة المطلوبة نعم شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه التفاصيل عذرا على المقاطعة لكن للأسف وقت الفقرة انتهى أشكرك جدا جزيلا على كل هذه الإيضاحات الدكتور جيم باريت أستاذ الفيزياء النووية في جامعة ماكل شكرا لك ولوقتك
إذن 20 أو 30 سنة كما يقول الدكتور لنتمكن من استهلاك هذه الطاقة الجديدة، ولكن مع ذلك يجب أن نتحدث عنها ونتوقف عند هذا الإنجاز غير المسبوق الذي كما أيضا وصفه دكتور جين قد يغير الكثير في مستقبل الطاقة، عن مستقبل الطاقة هذه وأيضا تأثيرها ربما على البيئة وعلى المناخ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاندماج النووي، وهو اختراق علمي كبير حققه علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، حققوا تقدما في تجارب كانت تجرى على مدى سنوات طويلة للحصول على طاقة غير محدودة أولا خالية من الكربون عبر تفاعلات ما يسمى بالاندماج النووي، تحدثنا عنه بالتفصيل قبل قليل، لكن ما زال أمامنا الكثير من النقاط لنتوقف عندها. أرحب بضيفي من واشنطن السيد نيكولاس لوريس الخبير في شؤون الطاقة ونائب رئيس لسياسات العامة في 3C Solutions، وأيضا من عمان عبر سكايب الدكتور عامر الشوبكي الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد نيكولاس، إذن علماء في الولايات المتحدة وأخيرا نجحوا بتحقيق هذا الاختراق لنقل في الحصول على الاندماج النووي، أفهم منك وأريد أن تشرح للمشاهدين ماذا كانت التحديات الأساسية طيلة السنوات الماضية في هذا الإطار؟ هذا الاختراق كانت تعمل عليه الحكومة الأمريكية ووزارة الطاقة لأكثر من 6 عقود لمحاولة لاستخدام أشعة الليزر للتمكن من إصدار وإنتاج طاقة آمنة ومتوفرة تركز على قدرة أشعة الليزر على إحداث الاندماج بين ذرات الهيدروجين والهيليوم لإنتاج كميات ضخمة من الطاقة. التحدي كان يكمن في أن أشعة الليزر نفسها كانت تتطلب الكثير من الطاقة في حد ذاتها، وبالتالي ما توصل إليه هذا الإنجاز العلمي الهائل هو التوصل إلى المكسب النهائي في حجم الطاقة، بمعنى أن حجم الطاقة المنتجة أكبر بكثير من حجم الطاقة المستهلكة لتشغيل أشعة الليزر. فبالتأكيد بدون شك هو إنجاز كبير من العلماء الذين كانوا يعملون عليه لعقود طويلة. ما زال أمامنا طريق طويل جدا لتحقيق الجدوى التجارية، ولكن تحقيق هذا الإنجاز العلمي الغير مسبوق والاهتمام اللامتناهي من القطاع الخاص يمكننا أن نقول بأن الاندماج النووي قد يكون مصدر نظيف وقوي جدا للطاقة لمواجهة آثار التغير المناخي. نتحدث أكثر عن هذه النقطة تحديدا بعد قليل بالطبع. دكتور عامر مرحبا بك معنا في هذه الحلقة من دائرة الشرق. طبعا يعني كما قال سيد نيكولاس ما زال أمامنا طريق طويلة. ضيفي قبل قليل الدكتور قال أنه على الأقل ما زال أمامنا نحو 20 إلى 30 سنة لنتمكن من الاستفادة حقا وبشكل يعني واقعي من هذه الطاقة، لكن الوصول إلى هذا النوع من الطاقة أن يصبح لدي طاقة جديدة، طاقة نظيفة، طاقة غير محدودة، كيف سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية برأيك؟ تحية ميراشا لك وللمشاهدين. أهلاً. طبعاً كان هذا حلم أن نحصل إلى على طاقة نظيفة تقريباً لا محدودة وبتكاليف أقل ودون انبعاثات كربونية ودون نفايات نووية كالتي تنتجها الانشطارات النووية في المفاعلات النووية، وبالتالي هذا الأمر كان حلم الجميع، ونستطيع أن نقول بأنه كان حلم الطاقة في العالم. متى نستطيع أن أو تأثيره على قطاعات الطاقة الأخرى هو سيأخذ مكان مهم، سيتصدر بالتالي مصادر الطاقة العالمية، لكن كما ذكرت هو بعد عقود من السنوات قد تمتد أكثر من 30 سنة لوجود ما زالت وجود التحديات لنشر مثل هذه التكنولوجيا على المستوى التجاري، وكي تستطيع أن تكون مستخدمة ليس فقط في توليد الكهرباء بل أيضا في مجالات أخرى من الطاقة. على سبيل المثال النفط ما زال ضروريا ويشكل 60% من استهلاك العالم للنقل مثلا، مع أن ما زلنا الآن نشهد ثورة في عالم
المفاعلات النووية وتوليد الكهرباء من الانشطار النووي. أيضا ما زلنا نستخدم النفط في المنتجات البتروكيماوية وفي العديد من الصناعات. فلذلك أعتقد بأن هذا الإنجاز بقدر ما هو مهم ونتيجة يعني أبحاث استمرت منذ العام 1950 يعني هو إنجاز مهم للولايات المتحدة، لأنه كان سباق ما بينها وبين دول عديدة للوصول إلى هذا الاكتشاف، إلا أنه قد يستفيد العالم منه لكن بعد فترات طويلة، ولن يكون له تأثير على بعض القطاعات مثل قطاعات النفط والوقود الأحفوري الأخرى، إلا أنه سيكون له يعني الصدارة إذا ما كان هنالك استخدام تجاري فيما بعد 30 سنة، وبالتالي أيضا سيكون هنالك تأثير لكن على مدى عقود قادمة طويلة. نعم. دكتور أو سيد نيكولاس، ما هي الخطوة التالية؟ يعني اليوم حققنا هذا الإنجاز في الولايات المتحدة، حققنا هذا الاختراق، لكن ماذا بعد هذا النجاح؟ يعني إذا أردت أن تقدم لي ربما أجندة هذا الفريق العلمي، إذا كان لديك معلومات، ماذا ننتظر بعد اليوم؟ أولاً بالتأكيد نحن ننتظر محاولة زيادة حجم الطاقة المنتجة فيما يتعلق بصافي الربح النهائي، بمعنى أن نقلل حجم الطاقة المستخدمة في توليد الطاقة وزيادة حجم الطاقة المنتجة. وأعتقد أن الآمال تنصب تجاه تحقيق جدوى تجارية طويلة المدى يتم من خلالها التواصل مع والتفاعل مع القطاع الخاص. وأحد الأمور التي تقوم به المختبرات الوطنية وخلال العقود الماضية هو إدخال القطاع الخاص لبناء التكنولوجيا المفاعلات النووية، حيث أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية خصصت الكثير من الأموال في البرامج البحثية، إلى جانب العمل بشكل تعاوني وعلى مستوى دولي لتحقيق تلك الإنجازات العلمية وبناء نماذج أولية لمفاعلات نووية وأيضا مفاعلات نووية للاختبارات على مستوى ونطاق مصغر، حتى نرى كيف سيكون شكل هذه الطاقة إذا انخفضت تكلفتها ويتم نشرها على مستوى أوسع. بالتأكيد كما قال ضيفكم، ما سيحتاج هذا إلى عقود مطولة، ولكن التركيز الأساسي سيكون محاولة تحقيق خطوات تدريجية أخرى تجاه هذا المستهدف. فبمجرد أننا حققنا هذا الإنجاز العلمي، لا يعني أن الأبحاث سوف تتوقف أو أننا يمكن أن نحتفل ونترك هذا المشروع، وإنما يعني المزيد من الزخم لتحقيق فهم أفضل وكيف توصلنا إليه وكيف يمكننا تحسين الهيكلية وخفض التكلفة وزيادة مخرجات الطاقة. لأنه حتى لو كان هذا الاندماج النووي ناجحا في تكنولوجيا المفاعلات، ما زال عليه أن يتنافس من وجهة نظر التكلفة مع كل مصادر الطاقة الأخرى المعتمدة على النفط أو الغاز الطبيعي أو حتى الانشطار النووي نفسه. وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي يجب أن تقوم به وزارة الطاقة والمختبرات، وحتى ستستمر في السير في هذا المسار، ولكن سيحتاج إلى سنوات عديدة وجهود حثيثة وتعاون كبير جدا مع القطاع الخاص. وأعتقد أنه من المشجع أن نرى أن العديد من الشركات في القطاع الخاص أعربت عن اهتمامها في محاولة كيفية خفض التكلفة للتكنولوجيا وهذا المصدر المستقبلي للطاقة، ونجعله مجد اقتصادي ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما للعالم بأسره. دكتور عامر، هل يمكننا القول أن هذه الطاقة، طاقة الاندماج النووي، هي طاقة صديقة للبيئة 100%؟ وبالتالي لأي مدى بالفعل نحن بحاجة إلى تعجيل الاستفادة من هذه الطاقة؟ وسؤال أهم ربما اليوم، هل يكفينا فقط أن نصل إلى الطاقة، يعني إلى لنقل الإنتاج الكافي من هذه الطاقة بعد سنوات، أم يتعين علينا التخلص كليا من كل أنواع الطاقة الثانية أو الأخرى والتركيز على هذه الطاقة كي يعني نأخذ النتائج المرجوة على صعيد البيئة وعلى صعيد المناخ والاحتباس الحراري وإلى ما هنالك؟ نعم، أعتقد بأنها صديقة للبيئة، ليست لديها أي مخلفات سوى البسيط من المخلفات
غير المشعة مشعة لفترات قصيرة، عدا يعني هذا بخلاف الانشطار النووي الذي يخلف نفايات مشعة لفترات طويلة كانت يعني يحتار فيها العالم في كيفية يعني إعادة تدويرها أو دفنها، وبالتالي أعتقد بأنها صديقة للبيئة. هذه التقنية الجديدة ببساطة هي بتسليط 192 شعاع عالي التركيز من الليزر على كبسولة صغيرة من الهيدروجين. هذه التجربة جرت بهذه الطريقة. بعد تسليط الليزر على كبسولة الهيدروجين تمت عملية دمج بعد أن رفعت درجة حرارة الكبسولة أكثر من 100 مليون درجة مئوية، أكثر من درجة حرارة الشمس، ووقعت تحت ضغط 100 مليار مرة أكثر من الضغط الجوي الأرضي. وبالتالي هذا الأمر أوصلنا إلى ما يعني يحدث في الشمس ويحدث في النجوم، وهو سبب تألق الشمس والنجوم. وبالتالي كانت هذه الأمور غير يعني من الممكن حدوثها فيما مضى إلا بقنبلة نووية رفع درجة الحرارة حتى يحدث الاندماج النووي. ولذلك أعتقد على بالنسبة للسؤال الثاني، أعتقد بأن هذه يعني كما أنها تحتاج إلى كلف كبيرة أيضا يعني تستخدم بمجالات تجارية، هناك يعني ربما الضغوط ستكون على المفاعلات النووية الحالية يعني استبدالها بمفاعلات اندماجية في المستقبل، وعلى الغاز وعلى الفحم الذي يستخدمان في توليد الكهرباء. وأعتقد على مدى طويل، أعتقد على مدى يعني ربما أكثر من 100 سنة، ربما يمكن استخدام مثل هذه التقنيات في إدارة محركات في المركبات والسير على مركبات تعمل بالاندماج النووي. أعتقد هذا حلم بعيد المدى إلا أنه قد يتحقق في المستقبل. لكنه حلم جميل بالفعل، يعني هذا مثير للاهتمام جدا، وربما نحن كأجيال محظوظون اليوم بأننا شاهدون على هذه الإنجازات العلمية. شكرا جزيلا لك دكتور عامر الشوبكي الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة، حدثتني من عمان. الشكر موصول أيضا للسيد نيكولاس لوريس الخبير في شؤون الطاقة ونائب رئيس لسياسات العامة في 3C Solutions. شكرا جزيلا لكم ولوقتكم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.